نتكلم على الميراث، وقلنا كلمتين ربنا قالهم في القرآن سبحانه وتعالى، قال ولا تنسوا الفضل بينكم، اوعوا تختلفوا على حاجات بسيطة جدا جدا، الحكاية أكبر من كده في يوم القيامة مليون مرة. نبدأ في رسائل السادة المشاهدين. توتا يسري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، والدتي عندها 65 سنة لسه عاملة قسطرة ودعامات يوم 23/9، بعدين دخلت العناية 23/11 بنقص أكسجين في الرئتين ومية على الرئة. هي طلعت من العناية ولسه تعبانة، ما بتعرفش تنام وساعات ما تقدرش تاخد نفسها. رحنا لدكتور قلب قال لا دي صدرية، ورحنا لدكتور صدرية قال لا دي قلب، نعمل ايه؟ طبعا خلاف الدكاترة مش عيب اطلاقا، ده احنا الرأي الشرعي بنلاقي فيه اكتر من رأي، فده الشرعي بقى اللي ما هو ما فيهوش مناقشة، فاختلاف الدكاترة ما هوش مشكلة. واحد، هي قطعا عندها المشكلتين، بتاع الصدر حاسس ان المشكلة الاساسية قلب، بتاع القلب حاسس المشكلة الاساسية رئة، لكن اكيد المشكلة اتنين. تعال ناخد بالراحة كده، يعني ايه واحد بينهج بعد قسطرة؟ يعني ايه القلب؟ جزئين يمين وشمال، خلاص سهل. اليمين أذين وبطين، والشمال أذين وبطين، سهلة جدا جدا. اليمين وظيفته بسيطة جدا، الدم يجيله، ده دم مفيش أكسجين. بصوا بقى المسافة اللي بيشغلها، البطين الأيمن شغل قد ايه؟ يعمل كده يطلع الدم على الرئة، ده القلب هنا والرئة هنا، ده سنتيمترات، فيطلع الرئة ياخد الأكسجين ويرجع الشمال، خش الأذين الأيسر، فالبطين الأيسر. بص البطين الأيسر بقى يزق الدم على الجسم كله، كله، مخ وبطن ورجلين وحوض ورحم وكبد، كل الجسم من الخبطة دي. ألا يستحق إن احنا نقول سبحان الله لما نعرف إن البطين الأيسر سميك عن البطين الأيمن؟ تخيلوا، والله البطين الأيمن بيدي الدم للرئة بس، مش محتاجة بقى تخين وجامد، ما هياش ترومبة قوية، ده تيك تطلع الرئة. طب والأيسر؟ لا، ده الايسر لازم ابقى سميك وتخين عشان اضرب الدم يتوزع الجسم كله. هذا ما فعله الله سبحانه وتعالى، ان البطين الايسر اتخن من البطين الايمن. كويس، هنعمل مره فشل هنا ومره فشل هنا. يعني ايه فشل؟ هبوط. مش بتسمع كلمه هبوط في القلب؟ هي دي فشل. قد يكون الفشل يمين، وقد يكون الفشل شمال، وقد يكون فشل يمين وشمال. تعال نبص، عشان الرسالة دي رسالة مهمة جدا 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 في الأعراض وفي الحاجات وفي اختلاف الأطباء. تعال ناخد قاعدة، قاعدة سهلة جدا جدا. الحجرة اللي تفشل ترفض دخول الدم جواها. خليك مرة، أنا مش ناقصاك، انا هاخد الدم كمان اشتغل عليه، لا خليك بره. فلو انا البطين الايمن هو اللي فيه هبوط، الدم مش هيخش البطين الايمن، يتركن فين؟ في كل جسمي، في المخ، في الكبد، في الامعاء، في رجلي، يتركن. لا يا بطين ايمن انا تعبان مش هقدر اخده. هنقول المظاهر الاكلينيكية لما يحصل كده. طب والايسر؟ البطين الايسر لو فشل هو واخد الدم منين؟ من الرئه. مش عايز دم، مش ما تجيليش يا دم انا تعبان، هيتساب فين؟ في الرئه. شتان بين اعراض
هبوط بطين ايمن وهبوط بطين ايسر، شتان بينهم. بطين الايمن هيركن الدم في المخ، ما هو مش عايز ياخده بقى، تعبان، يحصل ايه؟ صداع، صداع عنيف. تخيل الصداع ممكن يكون عرض من اعراض هبوط القلب؟ حد يصدق كده؟ شفتوا لذة الطب؟ جاي لي عيان كل اللي عنده ايه؟ عندي صداع، صداع شديد جدا، تكشف عليه تلاقيه هبوط في الجهة اليمنى القلب. طب ده تركن في المخ، عمل صداع، الدم تركن فعمل صداع. طب وتركن في الكبد، آلام شديدة جدا في الجنب ده، لأن الكبد عضو غير حساس، الكبد ربنا خلقه عضو غير حساس عدا الكبسولة بتاعته، كبسولة الكبد هي اللي تحس فقط. طب تحس بإيه؟ لو تشدت، يعني لو أنا فاتح بطن عيان وجبت سكين قطعت في الكبد ما يحسش، هنفترض إنه بنج موضعي، هنفترض كده. إنما لو مسكت الغلاف الكبسولة بتاعت الكبد هي زي كيس نايلون يعني، وشدتها العين يصرخ. فلما يحتقن الكبد حجمه بيكبر والكبسولة تتشد، يجيله آلام مبرحة في الجهة اليمنى، آلام مبرحة. تخيل ممكن يجي المستشفى على إنه مشكلة في البطن وهو هبوط في القلب، ماسك جنبه اليمين صريخ. بص بقى حظ الدكتور الوحش، يعمل له موجات صوتية يلاقي عنده حصى في المرارة، ده حظه السيء، يقول له ده المرارة اللي تعباك، لا ده الكبد محتقن. عشان كده أول حاجة وإحنا بنكشف على العيان بصوابعنا بنشوف حجم الكبد قد إيه، إذا لقيت حجم الكبد متمدد يبقى الألم جه تمدد حاد، في يعني كبر الكبد حاد مرة واحدة يعمل آلام. لا أنسى وأنا نايم، لا أنسى وأنا نايم، مش هقول بقى من كام سنة عشان ما حدش يحسب لي سني كام سنة، وأنا نايم في القصر العيني وفي الاستقبال وجالنا ولد بيصرخ من البطن، الأول الجراح شافه شخصه زايدة والله العظيم. لما قعدنا مع الجراح، نايب جراحة ونايب واحنا نواب لسه صغيرين، وجه الأستاذ الكبير وفاكره كويس جدا باسمه ربنا يديله الصحة والعمر، قال ده كبده كبير، تعال نشوف بقى الجهة اليمنى للقلب. لقينا الجهة اليمنى للقلب متمدد جدا وهو ده اللي عامل الألم الشديد في الجهة اليمنى. طيب في رجليه تورم، تقول لي طب ما رجليه أسهل حاجة هتشخص الصداع وتشخص الألم، أقول لك الورم بيجي بعدين، يعني صداع الأول ثم آلام عشان الكبد كبر ثم رجليه تورم، كلى تشتغل مش قوي، البول يقل ويغمق، البول يقل ويغمق، معدته تحتقن، مفيش نفس، مفيش نفس، ماليش اي نفس وعايز ارجع. فمظاهر هبوط الجهه اليمنى للقلب بسيطه، الدكتور لاحظه حلو، اللي يجيله كلهم مع بعض، رجلي مرمه، عندي وجع في جنب اليمين، البول قليل وغامق، مش قادر اكل وما عنديش نفس وعايز ارجع، وعندي صداع، اهم خمسه خلاص، عايز اكتر من كده ايه؟ طيب ده جهه يمنى لو هبت. طب الجهه اليسرى قلنا الجهه اللي تفشل تقول الدم مش عايزاك، فلما اليمين قالت مش عايزاك اتسف الجسم كله مخا وكبدا وكلوه ورجلين. طب الشمال، ده الشمال الدم جاي من الرئه فقط، اليمين ادى الدم للرئه، الرئه هنا ادته للشمال، هتحتقن الرئه فقط، الرئه تحتقن تتملي دم عشان الجهه اليسرى. عيان ينهج ما يعرفش يطلع ثلاث سلمات، ما يعرفش ينام على ظهره، ما يعرفش ينام فلات كده، لازم يعلي المخدات. لو نام وعينه راحت في النوم ممكن جدا جدا يقوم مفزوع من كتمة النفس، كحة، دم في البلغم، او يجيله التهابات صدرية متكررة. ادي
هبوط الجهة اليسرى، تتخيل هبوط الجهة اليسرى نهجان فقط، او مش قادر ينام على ظهره يقول لك انا بعلي المخدات، او يقول لك لما انام وعيني تروح في النوم اقوم بعد ساعتين كأن واحد خانقني واجري على الشباك افتحه، او يكح، او كل شتاء يجيله التهابات شعب، او يطلع فيه دم في الكح. اظن شتان بين واحد هبوط في الجهة اليمنى وهبوط في الجهة اليسرى. المنظر اللي انت بتقوليه ده يا بنتي، اللي هي بتقول اللي عملت الدعامة ودخلت الرعاية يوم كذا وطلعت ما بتعرفش تنام، ساعات ما تقدرش تاخد نفسها، طبعا ده يوحي مادام حتى دعامة يبقى انا اقرب الى القلب من الصدر. تقولي امراض الرئة تجيب نهجان؟ طبعا طبعا، ودي فعلا بتبقى مشكلة كبيرة جدا عندنا. الراجل ده قلب ولا صدر؟ مين اللي عامل المشكلة؟ فشكل الرسالة اتحطت الدعامة ماشي، لكن نشوف، اظن سهل قوي قوي افرق بين الاثنين. لو عملت اشعة مقطعية على الرئة هقول لك الرئة دي سليمة ولا لا، لو عملت موجات صوتية على القلب اللي هو الايكو هقول لك القلب سليم ولا لا. سهلة جدا التفرقة بينهم يا بنتي، سهلة جدا. انما انا ارجح اكتر ان يكون قلب. ليه؟ قصة الدعامة، قصة الدعامة قصة مش يعني تشير الى قلب. طبعا مش شرط، مش شرط، ممكن يكون عندي حط الدعامة وفي نفس الوقت عندي تليف في الرئة، عندي تليف في الرئة يعني هنهج وهكح وكل حاجة. فتروحي احد الاساتذه هيقول لك القصه كلها. توتا يسري برضو وجود ميه على الرئه ارجح ان يكون قلب، ارجح ان يكون قلب من ان يكون رئه. يعني انا في الرساله دي لو انا ما شفتش العيانه وبيقولوا لي بالتليفون القصه دي ارجح هبوط جهه يسرى القلب. قد تكون الدعامة اتحطت متأخر، متأخر احنا القلب واخد دم من حاجة اسمها الشريان التاجي. طب ما جهاز الشريان التاجي ده ضعيف بقاله مدة ما بيديش دم كفاية، وانا اكتشفت ده متأخر، هيكون وظائف الجهة اليسرى القلب اتغيرت. هحط الدعامة مش هترجع في يوم وليلة، مش هترجع في يوم وليلة. فدي رسالة الأخت توت.